انت عظيم. هو ده اللي حصل. هو ما احنا لازم يا عمر عشان نحقق في حاجه نحقق من كل الاطراف. طب حد قال لك امام عاشور هيروح الاهلي ولا لا؟ ولا ما حدش كلمك في الموضوع ده؟ لا بيكلمونا في كل حاجه اللي انت عايزه. لا امام عاشور قصته واضحه جدا يا عمر. لعيب عمرو اديب. عايز اقول لك بس يعني بعيدا عن كده الموضوع يضايق. يعني احنا لو فكرنا في الموضوع من معلش من منظور تاني, معلش لو تسمح لي من منظور تاني خالص, القصه بتاعت امام عاشور دي حاجه تضايقنا. لان لما يخرج لعيب مصري بالامكانيات دي واحنا متوسمين ان هو يروح في حته تانيه خالص ويبقى منفذ ان لعيبه تانيه تخرج, وبعد اقل من 3 4 شهور يروح يقول لهم لا انا مش مكمل ومش متاقلم على الدنيا هناك وعايز ارجع وماله, هي تضايق. اه بس انا اللي ضايقني اكتر انه يرجع الاهلي. بص ما هو بالنسبه لعمر, بالنسبه للزمالك الموضوع مقفول كده كده عارفين ان الزمالك يعني اساسا باعوا عشان الازمه الماديه. موضوع بين بيراميدز والاهلي لو الخناقه خلصت للاخر كده كده امام عاشور بلغ اداره ميدلاند ان هو مش مكمل. رغبه امام عاشور المعلومه اللي عندي برضو وفقا للمقربين منه ان هو حابب برضو يفضل في نفس الليفل الاهلي وزمالك, يعني رغبته الاهلي, ولكن بيراميدز كقدره ماليه هيكون اقوى من الاهلي. ميدلاند عايز فلوسه باي شكل, 3 مليون دولار الاتفاق دلوقتي ان ممكن يطلعوا اعاره النادي مقابل مليون دولار, وبعد كده يكون في اوبشن تو باي. نعم مليون دولار ده بقى يبقى بيراميدز. ده اللي انا بقوله لحضرتك. ما هو انا كلامي واضح جدا, انا بقول لك ان القدره الماليه هتفرق كتير, وميدلاند مش هيتنازل عن القيمه الماديه الكامله اللي دفعها. ليش في ناس دفع من 3 4 شهور 3 مليون دولار, عايز على الاقل 3 مليون دولار. اساسا ميدلاند كانوا متوسمين ان هم 3 مليون دولار دول ياخدوهم 6 و7 و8 مليون دولار, فمره واحده قال لهم انا مش مكمل, فبالتالي على الاقل عايزين نجيب خدايرنا او نجيب مصاريفنا. بالظبط. فهو قصه ان هم ياخدوا 3 مليون دولار ده امر مفروغ. استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي بشكرك شكرا. السلام عليكم, اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. والخواجه معجون كوره, رد فعل عمرو اديب على انتقال امام عاشور الى النادي الاهلي. تعليق غريب جدا, وقال لك انا مش فارقه معايا يرجع من ميدلاند اللعيبه المصريين المحترفين, انا كل ده مش فارق معايا, انا فارق معايا ان هو هيرجع النادي الاهلي. لو بصيت لامام عاشور, هو امام عاشور قال لك يعني هو عايز يروح الاهلي بس بصفه غير مباشره, قال لك انا مش عايز انزل من ليفل الاهلي والزمالك بقى وانزل لليفل تاني, لا انا عايز افضل في نفس الليفل بتاعي, ان انا طالما ما فيش الزمالك طبعا نظرا للظروف الماديه خلاص يبقى اهلي. طب الاهلي بقى موقفه ايه؟ قال لك ماشي الاهلي ممكن يدفع مليون دولار في الاعاره. طب ازاي يدفع مليون دولار؟ هقول لك دفعها قبل كده في صفقه رمضان صبحي, كان نفس القصة برضو خدوا الاعارة بتقريبا مليون ومئة الف دولار برضو, بس كان الدولار حنين شوية بس دفع. بس عايز اقول لك ان ميدلاند برضو ما كانش حاجة عشان يشرب عليها مية. هو قال لك انا حرفيا انا راجل بيزنس از بيزنس, انا رايح دافع 3 مليون دولار في لاعب عايز اكسب منه 7 و 8 مليون. طب اللاعب مش عايز يجي بقى الاجواء وبطني والجو ساعة والاجواء اللي حواليا انا مش متأقلم معاه, يبقى نقطة من أول السطر لف وارجع تاني يا عم إمام. بس ميدلاند يقول لك اديني 3 مليون دولار, يوم ما أخسر ما أكسبش. يعني أنا ساعة لما أجي أخسر مش عايز أكسب, أخد اللي أنا دفعته وخلاص مرضية ونقطة من أول السطر, ولا إمام جه ولا أنا شفته, بس اديني حقي. طب مين اللي هيدفع فيه صفقة إمام عاشور الفلوس دي؟ طب هل صفقة إمام عاشور ممكن لو ما فيش أهلي لو ما فيش بيراميدز لو المبلغ كبير ميدلاند مش حال الحد؟ طيب ممكن يطلع على الخليج, احتمال كبير جدا. السعودية فتحة زراعة يعني دراعتها لكل اللي يعني الدولارات واليورو على كيفك, وإمام عاشور يلعب في الدوري الخليجي. طب هل هو ما استحملش دوري الأجواء الأوروبية؟ هل مش هيستحمل الأجواء الخليجية؟ متهيألي صعب. ستة ساعتين تبقى هنا يعني, فالموضوع مش إرهاق, ونفس الجو ونفس والمتعة ورونالدو وبنزيما, فأنت برضو مش رايح تقضي وقت حلو. لكن امام عاشور ما حسبها الصح, امام عاشور تجربه احتراف يعني ما كانش ليها لازمه ان هي تتحط في السي في. لو كنت قعدت مع نادي الزمالك كنت برضه كانت هتلزق, ولو كنت انتقلت عن طريق نادي الزمالك الى البيراميدز برضه كانت هتبقى, بس هو الزمالك مرضي خد بقى 3 مليون دولار بتوعه وخلاص, صرف النظر بقى يروح هنا. اتكلم واقع وبص على ارض الواقع, وده كان تعليق عمرو اديب معانا على انتقال امام عاشور الى بيراميدز الاقرب, لان بيراميدز هي يعني هتدفع وبيراميدز معاها فلوس تدفع.
لكن الاهلي بقى لوايح وغلط في رموز النادي وسب الجماهير وكل الكلام ده. يعني عايز اقول لك بينه وبينك لو الاهلي خلص معاه يتنسي وهيدوه وهتاخد شويه سسبنش وشويه سوشيال ميديا وبعد كده كل حاجه هتروح لحالها مع يعني الجمهور طبعا، خصوصا بعد تألق بعد لو امام عاشور تألق مع النادي الاهلي، ودي حاجه اكيد لان امام عاشور على مستوى الملعب لعيب كويس. لا كويس خالص كويس، بس هي شخصيه اقوى من موهبه والفكر والاحتراف وقرار خطا في الاحتراف وما كملتش. يعني ايه عشان كده بنشهد بمو صلاح ايجيبشن كينج الكره المصريه، انه تحمل كل حاجه وقدر يبقى قائد ورب الحلقه.